بالنسبه للرابينج هو مختلف تماما عن افلام الحمايه، لان الرابينج بيبقى بلون، يعني ده ستيكر لون، فانت بتركب لون على العربيه. ممكن ما نخالفش المرور، فتبقى العربيه مثلا لو موجوده في الرخصه كحلي فنعملها كحلي بس بدرجه تانية مختلفه عن اللي موجود في الالوان بتاعت العربيه. ممكن العربيه لو حمراء نعملها برضو احمر، بس احمر مطفي او جلوسي بيلمع. ممكن نبتدي نشتغل على نفس الالوان اللي موجوده في الرخصه بس باشكال جديده. الرابينج تغليف العربيه، والرابينج برضو بياخد نفس مميزات البروتكشن. ليه؟ لان انت غلفت العربيه بورق او بستيكر كلها بالكامل، فاصبح ان انت اي خدوش او اي حاجه في العربيه بتيجي في الستيكر او بتيجي في الرابينج، ما بتجيش في الجسم بتاع العربيه. الرابينج ما ينفعش يقعد فتره طويله على العربيه، هي دي العيب الوحيد اللي فيه. انما المميزات بتاعته ان هو تقريبا في نفس الخصائص بتاعت البروتكشن مع الرونق اللون المختلف. بالنسبه لمراحل التجهيز، احنا بنستلم العربيه في الاول، بعد كده بنبتدي نغسل العربيه. بعد غسيل العربيه بتبتدي العربيه تتفك منها اجزاء معينه زي الاوكر، الفوانيس الخلفيه، المرايات لو احتاجنا او استدعى الامر. وبعد كده بنبتدي نلمع العربيه بالكامل، وبعد تلميع العربيه بندخل نعمل افلام الحمايه او نركب افلام الحمايه او نرجع للراب حسب السن. في اعمار معينه بتخاطبها، الاعمار دي بتبقى مهتمه اكتر بالرابينج عشان الالوان، وفي اعمار بتخاطبها لازم تبقى مهتمه بالبروتكشن او بافلام الحمايه، لان ده هيضيف لي قيمه العربيه. انا مش مهم عندي الالوان او مش مهم عندي الشكل.